بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. ولا غير وحنات السعودي من شركة ولا سنة كسعود بركة سعودا خاصة المغاربة ستتقال ومعرفة ستحاد إيوه محاضرة الثورة إن شاء الله تبارك وتعالى مرجين دون المحاضرة إلى أن نقوم دون المحاضرة العاوسة قيمة فرق الله أولى ضدك مسلمين تعالى قمان دون محاضرة الأولى كذلك الله قدوا لصعبك ضدك ولا سن لصعبك ضدك ولا سن وحاولوا لدينا الشيخ أن أرى متقامان شيخ مصطفى حج إسماعيل فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس كمان تصوراك شاغي لوقون ديوح كسب سيسيني هي الجليس الصالح أما الصاحب كفي عنه أما مجالسة لفريسي قددك ونكسن سيدين وذوقنا يقفك بن آدم كي وحل إلى هذا بطبعه أو بطبيعته واجتماعي وصوشيا قفك بن آدم كي كمان مارمو عدو الله حريره لا شاكيستو همومتي سيو أفكارتي سلو وذاقو وقتي سو قاطو كما مرمى بالله إذا دوا حيث إن حقلك يوضى صعدك الله يقام بل يوحي المقام بين الجيران حنونا ما أنت الله إذا مرض التوحد الأنس مرض التوحد كو وحي إذا دوا حنون ضغط كدعه ونوع الدبرشن كم داء وكان صدقفك بن آدم كينو ددك كفيقه وكفه قاده وكلين مولاده قفك سوى قف حنصان يا بيدا يعني مرة دو قفك كلي جوغو وكفي قدوت كوردن واسكو دايين وكلي مولادا وانا حنونك كميدا ما دام كلي نمادا يتيدا نوعيات يدا بضان لغو على مدية حنونك واحد قرح سا قفك طبيعة دي سفي عني اما وناك جيسونو يهين عدلا مولادا عدلا صاحب عدلا صعدا سيكلا مركا ينوي اغنى حتى حير عقابك بين آدم كود جستي وحكم له وحيد أذان الحبس الانفرادي شال كده حديث شال كلا كسي أنا وقف كشال كلون تاجوا هي حبس كوتشرة لكن حبس ككل ربش البطة هي وحيسي جي يعني حبس كلا لا هذا الحبس الانفرادي حبس كلي جاية وأنا بعيد عكين عيد مقلين عيد لحظين عيد لن ولا نيني أما مرارك ورابع الدولة هذا باقي ضدك برضو سي حكومان قفك إن لقيه حبس انفرادية يعني واحد دري مساء إن ضدك اللقاء فقيينا عقوبتي تانش عقوبة فرغو عقابان إن يتحين قفك كريم يالو ولذلك ما حبسية دي حالغي يا مينا دركت حبسية ده dad ku xidhan oo qof kaliye xidhan oo kaligiis la hadlaya ama qaylinaya ama buuqay marku hadal u baahdo ama cid la hadlaa cid la shakeysta oo way dadka qaarkood noo ku waasha marka xabsiyada noocaas ay lagu rido taasi macnaheedu waa in ma uu qofka bini'aadamka inaan ka mar min jaliis ama saahib ama cid la noolaado inaan ka mar min waa min tabiicati albashar baablaana في القدم أما وايد يهور الجليس وانت بدا محوها هاجري من كلية أما النوع قرى وقت كان ضبع عصر قال سي جليس وترى بدا يبيع كم ثانيا صاحبك وايد يهور الجليس وحوها هاجري بينها من two way communication لغرى نغم من أدنى أدنى هذيك التايسنة قرى هذيك تمعني يحوى ينقف من هذا هو هاجري إن أتقف من هذا الله صاحبته لا تشوكته نلاش اللي هو ذاتي
isnaa uu sheegay aadnaad waxu sheegtaa wala xidhiidhan israadaysan waxa kala jira bay ilaadeen jeliis kale saaxiib kale oo isagoo ah bay ilaadeen one way communication isagoo baa waxu sheegay isagaa kula talinaya isagaa kuu adigu se waxba uma sheegi kartid ka one way communication ka saaxiibka noocaasi bay ilaadaan laftiisa qaybi ana midi waa saaxiib saamit وكان مصن وحال آخر يوم هو صاحب إلى ذنا مصن وأبو وجريدة ومجلد ووحال مطالعية الآخر يوم ويوم كلها ضلية ووحبوك وشيقية ووحبوك وكرنينية وعقلية وتشكيلينية أفك بن آدم كبير ما هو إلى ذنا لا يمحي وحو عنه يوحو أركام الله هي كسم يسنطح مسكح هذا وحي أنا الله يسكريسه وحي روك روكتا ووحي أي مقاشايا مساء عركتا الله شاكا معلومات تصفرني مركب دو قبيل أهدان وجليس ولذلك عبد الله بن المبارك نكي لورجري إمامك أي مدى مسلمين تواوين كم دها أي وحا الليلي وحي كويل أهدان إنك تكثر الجلوس وحدك وحضدس عبد الله بن المبارك هذه يقول كلمة فرندا مركز عرض ضيبا ليقول أنا وحدي ما أنا كلف نستقوله أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي وأصحابي ورا نروح على شيء كيستل شو قابوله نبي هذا هي أولياء هذا هي ضدك صالحين تهاي نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسي دب ترجع ويوتري محمد بن زياد الأعراب إن اللي رجري يوتريها ولجلساء ما أمل حديثهم أولما المأمونون غيبا ومشهدا إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا يفيدونني من علمهم علم ما مضى يعني قبل يموترين يا أولي هاي أنا وحلا يا هاي صاحب الله فرسته وأنا شكدو لكدال وعقل بضن ومرك اللغة من كره ومرك المقيين يمرك الجوغان بقى ضد صاحب ونكسر يعني نحن وجدنا ونحن وجدنا ما شتان إنه تلما منه جليس كونه نقام كرا جليس صامت تايسنا وحقلو نقام كرا جليس كان عصر قام بانتا إرادية ولا تي في ولا إنترنت ولا ضد كبرك قوة الله صاحبة أفضل كيس تي في إنتو سمح أوفر إستو ما لندن نسكو أوفر ديا صاحب كيسوا تي في قا ولا دنو باو حشكتا أما كوبات هكذا وضع أما فيلم هكذا وضع أما وراء ركض قيست أما وحدونا هذا قيست وجلس وصاحبي إسقى وحقه آخر رجع إذا وحنا لنا حي صاحب كواجه روح لقى وراء بتراقرة صاحب كان two way communication كلا بدر بنعبة وهذا هذا هو قصر عنايه لكن عصر عندنا بس صاحب أنواع ويا شيء مركها أنت بقول مقارنة صاحب مركة وحدعي كريم صاحب شر وضيه سواء كتاب هذا بوك هذا تي في هذا جريدة هذا انترنت هالنوضة قف بن آدم والنور هذا وحكى لو دعي كنت صاحب خيرين النوضة نبو عليه الصلاة والسلام وحدي إن من الناس ناس المفاتيح للخير مغاليقا للشر ابن ماجة حديثك سنة كحسن كاكو ورنية سيعلى مضو إلى هذا ضدك وحكم دب النبي عليه الصلاة والسلام ضد مفاتيح للخير فرياش خير وماشو تشوف خير لغو هذا الحي خير لسكو ريسان وحو ناسين الدنيا آخرة بوناك والرمية يدول النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام السلام كان مغاليق للشر وفرياش حنا شركنا وأكتو هذا مصامر أخوتي في العقيدة مكا وحلنا عموما صاحب قواك قفك نرش بن آدم كاوحك قدية دين تيسة عقيدة ديسة هي دغا كيسة ولذلك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحنا وقلت الماما يا قراء آخرة على عليسة وكا على علي صاحب برحن حنا يدوني ذا الهايين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلهي سبحانه وتعالى وحلي وحبك وشيطا ما أنت ظالمك وقعنتي سيدتو قنين فرت نحديتو كقنين ورندونو يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا جعلان الهاية بل ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جتي سمان راع ما لك على علي دونه تمني دونه يا ويلتى ليتني هلا بيغو كالي ليتني شلاطه اذا لم اتخذ فلانا خليلا بل ما انك هبل لي داخل صاحب كدغني وفك على علي يا الهي اخرت الماما يا صاحبكي ادونك مركو جوبي كل صاحبك وايو لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وحي قال يا يقولي جبتي ربي سبحانه وتعالى إذا وحينو إنه جعل إنه نكور الله صاحبك سيب صاحبك ونأكسر إنه اهتمامك وبضاصينا إلهي سبحانه وتعالى يسوغل نبي سيد محمد عليه الصلاة والسلام لها الله يبا ربي وحكولي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إلهي سبحانه وتعالى وحل النبي قوت المامي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نفتاد وحد كحب باستاباء إلهي سبحانه وتعالى وحد لك شوكتان ووقتك هذا تقابطا وصاحبنا النقطة أيه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كو رب قد عابدة قلن هرئية قلن دنبابا كو لتشوك بالولى يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب الصفة يا صحابة دي سوى نفسنا إيو دادك خيرك يا عبادة كو مشغول صنع كو قحب نوى إلهي كو لي نبي عليه الصلاة والسلام كو رابعين إياه إلهي وجهه سبحانه وتعالى وقال المريه قال الدبابة عابودية كوى لتشوق الله صاحب نقبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحكى له النبي قال له قد يا إنو كحر دمه كوى غافلين تي آخرة بأنوه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا هالراعم بإلهي إلهي إلهي وهيال وركيسة كوى أن قلبي غوض حدني قلبي غوض غافل كان نقضي إلهي الذكر جيس الموغن كدوهن إيه نفتود وحي دونتاي راعي إذا موح الله ينوت الماما يا كوي النبي محمد اللي يدي عليه الصلاة والسلام لنا قرآن كوي حكرون أقول رما يا أهل الجنة أن كم إذا ومدى صاحبها ينهى بقى الدكتورة يراعي ويجد كيسي فضبتنا آخر لقال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إلهي وكبر ربي سبحانه وتعالى جنة مكة لدلمد أهل الجنة كم إذا با صحابة سكال أهل الجنة وحقوا رندونا ورهاد حميد بان دوري دمر كان جوغي لها يورن جري ورن غمي لها يورن رمي سنت يوم الدين بات رعبا يوم الدين ورقا يو آخر يجري بوين وموحد رمي سنت اي مركا ينو دمانو اي الله ينا بترتيرو إلا أن سؤال الله إن دون الله إلى حساب الدور مساسة رمي سنت يقول قول جري بوين مركا لا يدون كجوغنا اي بل ما انت ميشي كجري يا إلي سوئي يا بوينك وقل أهل الجنة وانن أهل الجنة كم يدو ليه أدون كم يدبا جري صاحب إله جري oo iyo jiray maakhiraad rumaysantay in dadka la soo bacfin doono soo saari doono iyo in la xisaabiyo moorkaas aad rumaysantay ee maanta ninkii meel u jira balyaa ila soo eegaya ilaahay wuxuu leeyahay fatalaa faraahu fi sawaa'il jahim wa fi sadaa sawu ku arkay naarta jahima barta keenay isagoo galgalanaya isagoo halka ku jira dabeetana markaas uu xidha qaalat allahi in kitta la turdi ilaahay wuxuu dhaartay mar badi halaagi gaadhay buu marku arkay inta isaga halku joogo ayuu xulayay rabbaan ku dhaartee mar baadi halaagi gaadhay walowlaa nicmatu rabbi la kuntu min almuxdariin
إلهي نعمتي سهدي لا يلا ما لا إيه كوا ماشاء شكت القصة حاضر يا ما كم النغلة تن معنى هذا حوي يعني قفك بن آدم كه صاحب الراد بدم بكلي صاحب هذا قارن حق النار تقوى ذا القارن حق الجنة ضاي قوة ذا صاحب كاسه النغضة بينه نمد بشر ولا لحظة مد بوق يا كتاب ولا آخريه مد تي في يلا دعوة نوع دون يها صباح صاحبكم إما إنه صاحب خير يهي إنسان صالح وراكسن لي كتاب وراكسن الدنيا آخرة وحكوفة إيدين يلي وحلا لا صاحب إلهي كتاب بسيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وهنون بدوا يا خير بكوشي لي أما سيد صاحبك هي من بلائية شرق ووضع الباب هذا النار تنقل بميت كوفرية حن يقول ليك الدافدية وحن ولا تسيرين كاغا والرمية أما النوفل يقول قرار يقبر بانينج على تيه وحن خير كوشرين وتربض لك وآخرين أما تي في وحقوش يا غاي تحي انت وقبضا للشرع تحي أيا كان صاحبك هذا النقطة صاحبك قفك ابن آدم كي وين الضارته سيدا وقيت من نبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامي حديثك صحيحين تخويا لذتك انت بضن تقانو إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير نبي عليه الصلاة والسلام لبط صالوك بحية صاحبك ونكسن ماشي ونكسن فردك ونكسن لغطك هي صاحبك حون صاحب كحوم حقوق المامين ويهي من نافخ كيرا كير هو بوفي مدي دقة لغو بوفي جريمة كفر سمدة تن برتا لغا شقين اما فورج كان عصر قابا دي حتى عداد دونتو مهلا كان برتا لغو تو ما مركا تكتو ورشادة هن حديد كان لغو سمائية مهلا كان مركا تكتو وحيا لا وحويا وابض دنبص يا كنبيلة دولية يا خيخة بحية هذا نكا شقدا هيا شقدا يسوي تكتوك ولا صاحب تو ماشي شقدا كو هيا اما ورشدا نغطى ما فرصة ما يغير كل جمال فرنية هم نغضي هذا دو تكتوك ها استراد الله صف فرصة الله صف شاكي صف دي وحاولوا يعني اما ان قيقة ايو بورك ماشي كاكعي وكو سوقارو اما ان بيلها كدولة يعني كو سوقارو ومرادة كاكوبو يعني ما الله فرصة ماها وحسوة ايدي ميسي صاحبك ولا سلم النبي وكتل المام عليه الصلاة والسلام وحلم يحي كي يقضى يي مسكي يعني ما العطور وقضى يي وانا اذا هداتك تو اما انت تفرد اذا انا دودك في عني يو عرف في عنك هالشي ورود قر اما سي انا ديك بقى دطو اما سي روح قصيه كل بين ابو خسارة اللي وقت قاعد ماشي فرد اذا يبقى كم مغرسة يعني نبغى عليه الصلاة والسلام حين قلت المام يا مكة صاحب السيئات كهدار لفر يسطو صاحب السيئات صاحب كشركة بضل له هدار لفر يسطو إما إنه مشكلة يقول له أما هو كاغا شيكا يردقا كاوس كغايو أما هو كتوسيو وحر كتوسيو يعني وحشرة ونبكوه رسيدي شركي سوية رواه طوح حن كاغا شيكا يو لا يهدقا كبحنا يا مهيب البال حن كبحنا يا مكباجرة وكي سوي ياري اكتابا اما سيد دول لما هذا ايه وحب دلوني وكهر بقى ارنات قلبا من دربا يسو يعني وحو قوة دا وحو ايه ومشكلة دول صاحب كسوى ناكسني انو الهي كو حصوصية سبحانه وتعالى انو علمي كو انفعكو شاو مدى الدنيا مدى اخركو دوربا هذا اقل ما يمكن صاحب كو ناكسني اكتي سحنوها تكحي شانس انت عالضفر بدو هدانا حتى وحك لك فائدة انت عبلفر لده وحد نقول سوقف حنطة اسكاي العالية اما الدم بقى اسكار دورة ساعات لا ساعة حتى اخر اكون بالقلية وارد مشكلة قلية اذا صاحبك وناكسني صاحبك حمي وحل اسكو دور طماها سيدا وقيت من نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحليي حديث ابو داود يترمي دورنا انا صحيحة المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف قفكو وحكسو غي دقن لساحبك بالليل دينتو ودقن لكم دينكم ولي الدين
ودقن عقيدة وفعل ووحول قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليا المرء على دين خليله قفك وحكو سقيه دقك صاحبك صاحبك وقت هتاد سيرقي جسو مركز دمدن بيسول الدلامسة أما هذا حق مساجدك وطوري أو حلقة علمك أي خيط وكو حلمي أما هذا حق شك وطوري هذا بتصدر وهذا يقول من فقسي سعداء وما تساكي دونتا سيأو قيد النبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام قفق وحو كسو قي الدين تيدقن كصاحبك المتكين ها أيضا عدو صاحب كدغن أيه عدو خليل كدغن أيه أبو عليه الصلاة والسلام حديث قال وحلي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ورغم صاحب المد مؤمن ويعلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إن آدمك بدنا معاملة رسمية إلى النحمرطة ونرشى ولا تات أو أخباقها يكسطع أو يسكح رنتي وهداك لما قنتي لي هدا ولا تشوكتان بو يسكتي بدنا نرى المعلومات كفضوط أي مروح كقضاء ما مروح تبعضاء ما وضاء إذن نحمرة عدة عاد رسمي كردقا ميسو يكو غحد ميسا وينو نقضى قفو ناكسن سيو قد بنا بقو حلي لا تصاحب إلا مؤمنا والمؤمن مويا نعتك لصاحب كردقا ويكا كلام ردو كالقبية قف كان مؤمن صادقا إلا قد صاحب كردقا شكو كوهر سيدي ولا يأكل طعامك إلا تقي عنا هذا نيو عنب نبي عليه الصلاة والسلام مد الله كعبس بدن مو يعني كحرا ذاتك خير كبدن لي وقالوا نبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف إمام مسلم حديث كورنا يقارن أبي داود المداوري يعني أرواح ذاتك وحيس كنا عبايس صوت وارسطا وحيس كحرا وحي وناك سنين ويسكو حدمان وحي حمينة لك وضا يسكو حدمان وحي آن اسكو مبدأ هين وكل بودان تامعنا هذو حوائيان صاحب كاغو انتو يهي مرار بضان باي ادقا من قياس قوتي دين كاغو انتو يهي مركاب قراتا عدا اتكو حدان تاين تايو تاهي اخوتي في العقيدة مركاب حدو ضاهم هاي صاحب كاين الدور انه وناك سن هدو يحيي كاد نلاش إلا وذاقيسه لأن يقبرك ودونها الشركة في الحياة هدو يحيي كاد شارك الله نقوم يسوه صاحبي بالجمع هدو يحيي زميل كاد شقال لقبان يسوه هدو يحيي كاد شراك الله نقوم يسوه هدو يحيي كاد درسان يسوه هدو يحيي كاد وحبرش إلا وذاقيسه هدو يحيي كاد شيك وذاق الله يالان يسوه الله فارسان يسوه هدو يايكا كود دواء نصران طالية سبارية وحول بوشة غرسة صاحب كابو وينو النغضاء مدى الدورة طي كو هدو يايكا نلاش اللوه دابيسة صاحب كابو خطر سنة دو والله ماذا يسقبه لماذا يسقبه والله ما قفو نلاش بيه وسكو درسة دي كذا موقضية كذا درسة ما نلاش يسكو درسة دي إذن لماذا قف والله ما قفو وحك استيسكك لأوك كبردون ننك سفي عم بيتغانا يعني هوانا يدون ننك قبا سفي عم بيتغانا ان دطقوا اغوامين ننك نحاس كي سسي وناك سنبو يقانا وصاحب بدأي سيقول له ويس الرادية هداد قبر خير مدن بورسته خير كي بورسيد هداد من خير مدن بورسته خير كي بورسيد هذا قبر شر بدن قرصته شر كي قرصين هذا قبر من شر بدن قرصته شر كي قرصين سيدة أوبين يا رب سبحانه وتعالى رد وحى الله فري دمر كيني كي قرصتان من خيق ابتو الدين لي نبي قرحوا عليه الصلاة والسلام قبر آخر سببات دا لقو قرصتا يعني سببات لقو قرصتا آخر ما كمدا حول هيدا إيه رأيك كذا لطيف إيوه حسب هذا أما
status كده يعني إيه قرح ليلة إيه الدين تيدبو نبو تلمام عليه الصلاة والسلام لكن نبو تلوح وكون بحيئين الدين تيدقق كدورتي ويدا قرح كبورسته لعل قرح ذا تنين أنا إدام ما يسترنين إدام قن حمر دم الله صعطه وقرح بضنطي واسي أخلاق حمطي وقرح بضنطي واسي بصريتهاي وقرح بضنطهاي واسي مصرفتهاي نغالا حمطهاي وقرح بضنطهاي واسي فبشد بضنطهاي وقرح بضنطهاي واسي الدين حمطهاي مثال أنا نسيه واحد شرين من تابعية أو أي لأذان محدث فقيه أبوها دين في عبد وهو لما منهج أهل السنة قصوان ننسى قرح بضل ماهين بين هذا من قاسي إن أدرت يو قرح بضل ما يسألين سوى نموين عمران بن حطام وأن بخاري روايات كأحاديث تقال كم بدأوا بخاري كورني ورجي وحكورني عائشة يا أبي موسى الأشعري يا ابن عباس أيها الطدو ده تابعي ويبوها إن أدرت يوق روح بضل وحرور يدا يعني خوارج كترسل أيوه قري ديت نوع بشرين أدرت هاي وروح بضل أنت تدور ستو مذهب من خوارج كاي هي سترك صار ديت تصدر أهل السنة كاي سفيعا هذا أهل السنة يسدي عمران بن حطان مركو قول سدي قبلي إساقي بي صدرتي آخفي يدي بابا خبيرات نغطي وحقي سكو صدرتي عمران وحي قال سيسي إنه كم من نغضة خوارجته ونكي ترين يا قبي قيمتي علي بن أبي طالب بن ملجم مركي علي لديلي في خارجك صلاة صباح سقدتك إلى يوم الدقة لي علي مكي لديلي دلك علي ابن مرجم ودلي صلاة ملاوة إلى نكتري بابا نمالين على كل حال مركي علي لديلي ما وركو سوء قال دو يترك قبي يوتري قبي أبوها شاعر وينو قبي الله يقان أبوها وين مدي سوى نكي حجاج مركي يقول خوارجا دبك باشرتي غزال لو رجري او خوارج تكتر سنه دو دو ان دغه تي چرتو دغه ربني شيغان ني لو نچرو سنا خطر ما قوي او خوارج ني مرا دغه مده به حجري والله الا حجاج ما دبي كبا انت ما لو ده شيء كبا حصلي او كبا قاي تبع تنو حجاج دبي لو تدي قبي قال معروف قال لا اله اسد علي وفي الحروب نعامه وعمران بن حطان ذني كثيرين عمران بن حطان عمران الذي وكي كبه يترين هي مقاسي سقع علي الدلك الذي لا يعمال يلا يا ضربة المنتقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذا العرش الرضوان إني لا أذكره حينا فأحصده أوفى البرية عند الله ميزانا كي علي الدليل وأمان يا أخلي يعني ضربتي وكل فطي نبق وكل فطي علي وأنا وحكى له وجهي وضربتي كتب بولي إلهي وجه غير ومفطي عليه إسوغو الرادين هي إنو راليها شيئا ربكو قالوا وحانا نوم مالين دول مالك آخر كو ميزان كو إلا آخرين وكم من دقان دولة بولي علي كل كيسو كان نغايا وحر مجرنا تغاين ايتا نكا كاري ونكا محدث كها فقيها ها عائشة ابن عباس أبي موسى الأشعر وحدكتين يا أردادي سوحكو ورين السيد قتالة يحيى ابن أبي كثير ابن سيرين أي كمد هارمي سجى حديث كبير لي لكن دبر روح بدنه إنكار قطعها شيء دب أتنا أنتوا يسوي سيرة أهل السنة كصادر أي سجى خوارج تقدرت تو التحانة على دي مالهم بو آد وآد سواء عبارة إيه هي يا رحتي وكان سيد اللي بدأ يبغى أهل الجنة هي مكمل كسوي هو يقول شرير أهل الجنة كمل سأكون قاتل وحيتني دي أديكنا أنا اللي كاسي يقول أي لا أديكنا أنا اللي كاسي ده بتنفس شكرت ما كان على جنة كميت نقول روح بدل ما علق بسيو نعمة جل بسيو ده لا هي كم عظم ده بتنا
سأصابي وشاكر ما طايبتي أنا جانا ما يتري أنا إلى هاي مكاي تحامل نفرط بها أنا إلى هاي مكاي تحامل يوم فصبرت بيتي أنا ما صبرت ده أنا اللي بدي من نصاب ويا بدي من نشاكر ويا رام وشلا يمكمل جبرت خل أروح لبضن لي عمران بن حطان يذا كتورتين وأهل السنة هذا أو ساقين ونغضم حي خارجين ونغضم من الخوارج وكتر سنة إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي قبرنا أثر بل نقول سدا ما كذا نقول سدا هذا نقول كاهي حسب كذا يرانك كتر سنة يستاتس كذا أي نقول سدا قرح إلى نقول نبي حين لي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك فدينك وصاحبك أنه سوء كما كان السيرو كلامي حتى انا نتبع كلامهم بدون بدني لكن ولي روح الليل ادو قوي ما دو عمن ترضون دينه وخلق من الدين تيسا يا خلاق في سوى الله اللي كتير وحن وجه اذا ماشى طب صاحب كراك وسمين كراواكا صاحب في عن هذا لا دين جند وكوه قامين كرا صاحب حن او صاحبت حن هذا لا دين نار تحق يدوكوه قامين كرا عمران بن حطان عمران بن حطان اسمه خارج كنغي وقبر ناصح خوارج تكتر سنة إذن أخوتي في العقيدة وها آذو هبوان قفق عدو الله صاحب يرغي يندو مربع إنو إلى عليه إن أتكد إدينا الدورة من موقعك سوء إله المحصوصين أتكبر ما كلمك أدوتي ما أدوه أضرب بحصوصا نسى سبحانه وتعالى بل باكرة ما كانت اتمادة خير وقوك عمين أما ميدا جنون هالنغضة أما ميدا آخرة هالنغضة بل باكرة ما كانت اتمادة إعوجات كابة توسينية وحكاء الله عن هدي جراء كتوسينية بل باكرة ما كانت اتمادة نصيحة ونفسة تلفي عن وآخرية دوبات كهليسة بل باكرة ما كانت اتمادة آد معاصدة كحشارسة وأنا حماها كل رنين أنت عليك شوكته كوا هذا الله صاحبته ونبي خير بكوه قامين كتب تبرد ما ترتى ما كاد أخرضه خير الهلش ما كاد أخرضه تلك السينية كتاب الرب هذا أخرضه أساس فهم يسوع قرآن هذا أخرضه من ربي هو رميات قياس لك الربي الله الله سبحانه وتعالى من ربي الله الله يوم وهو حشي غيات وكذا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخريسه وحاطهي من نبي محمد عليه الصلاة والسلام وغشي كيني نبي محمد بوح كوشي غي ووحي خيكو وشري كوشي غي وح رأي وح كتاب وامره بوح كيني سيئ صاحبك وانت بضن وحو لنا ليوك هذا ورما كتابه سه وادد آند نرشق لصاحبتين أياد لصاحبي سه قارن تعليل أنا تسير قارن أي الله صاحبي سا أبي بكر بن الله صاحبي وعمر بن الله صاحبي وعلى الله صاحبي وصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بن الله شيخ سني سا بك تاريخ لودي يهستري قودي أدي أنا أخريسه مركب حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخريسه مركب القرآن كأخريسه وحلا قاعد ورمي ضد أنا نلاش السوبل قارن نبي موسى الله صاحبي ويوسف بن الله صاحبي وضد خير قبل الله صاحبي سا مركز دواج عكسي قوة آخرية يسو إلا قاقا ورما ضدك إنت أهل الشركة إلا قاقا ورما فيلم أكتر يكون يريد إستاقا ويكو بدع عيارة يكون أفلام تمثلة يكون مركز تاريخ دولة غاليسو أهل النار قاد برانا يسا ضد بضان وكمدا حد برانا يسا تاريخ دي دقة حن ورنا باد برانا يسا وحد برانا يسا لقاقا شاكيني يالو قو أخرين إياد نقل حمد دمانت يدونه إذا كتابك الله صاحبه لكن كتابك الله صاحبه سيكون يحيب يكون حرد ولذلك ولد المخابرات كاهي ويدي دقو شوعي النمدى يشتراكي يوحا كان آتك اللي سوها هي مكا الربان قفك إلي أغادان قفك هبلي سدو فكره سدو قرنق ما وحيا به الدراسية وحا كمده وهي أخرية وعلى الماضية تاريخ بس الله بريري
wixii buug library ka amahday ama wixii buug iibsaday ama wixii buug akhriyay waxaad sawiri kartaa ninka intaasoo buug oo noocaasi akhriyay siduu u fakarayo waxaad garan kartaa wuxuu akhriyi jiray waxay u badnaayeen wuxuu xiisayn jiray ma nin buugaag taariikh akhriyi jiro ma sosiyaal buu akhriyi jiray ma plotkis buu akhriyi jiray ma muxuu akhriyi jiray qofkani wuxuu xiisayn jiraad garanaysaa wuxuu akhriyi jiray noocay u badnaayeen idan markay rabaan qofka inay analyse ku sameeyaan waxay baaraan taariikhdiisii libraryga iyo wuxuu akhriyay taa macnaheedu waxa weeyaan caqligaaga waxa foomgaraynaya tashkiilka siinaya waxaa ka mid a waxaan aad baranaysa ee akhrinaysa ee maqlaysid ee dhegtaad iyo ishaada ku soo dhacay idan waxay leenahay saaxiibkaagu hadduu bini aadam yahay waa inaad bini aadam saalixa doorataa mid akhriya adduun wax ku anfacayo wax kuu kordhinaya waa inaad doorataa wayna tijaabisaa inta badan saaxiib wax ku dheer inuu noqdo hadduu saaxiibkaagu buugu la akhriyo noqonayo waa inaad doorataa buugga iyo noociisu waxa uu yahay mid wax kuu kordhinaya waa inuu noqdaa midaan dhib kugu hayn waa inuu noqdaa hadduu noqdo saaxiibkaagu t v aad daawanayso waa inuu noqdaa t v iyo brogram wax ku taraya t v-ga inta ugu badan dadka maanta jooga in jaamacada wakhti lagaga baxo wakhti ka badan bay t v daawadaan haddaad imka xisaabiso cimrigaaga intaa t v daawanaysa maxaad faa'iday halgeeba kulli yoom ka ugu yar inuu idhaaho warka warka iyuu ina dhaafinoo laba jeero wara uu dhegaysto saacad buu hor fadhiy kii isaguo kubadahayo cayaalaa daawanaya ama aflaamta daawanaya isaga dhaafa kuwaas waxaa laga yaabaa maalin iyo habeen kasta saddex afar saacadood inuu tago ka waran jaamacadaad maalin iyo habeen kasta afar saacadood soo dhiganaysa dad jaamacad gasho oo afar saacadood oo wakhtigaaga ka mid aad siiso yacni waxaad doontaad diyaarin karaysaa shahaadada ugu sarraysaad qaadan karaysaa wakhtigii qofkan uu shahaado ku qaadanaya adiguna t v baad ku qaadatay eesha natiija marka bal qiyaas qofkii afar saacadood waxbarasho geliyey diin geliyey cilmi geliyey iyo qofkii afar saacadood t v geliyey maxsalada muxuu natiijada noqonaysaa markaynu mid walba shan sannadood kadib u xisaabino ama toban sannadood kadib u xisaabino kii afar saacadood maalin kasta waxbaranayay iyo kii afar saacadood maalin kasta t v ba hor fadhiyey labaduba laba saaxiib bay lahaayeen labadii saaxiib wixii ay ku akhriyeenna laba manfaco kala nooca ka soo baxaya ikhwati fi lcaqiida markaa waxaan leenahay saaxiibku waa inuu noqdaa kow dadka dhexgalkooda haddaanay waxba kugu kordhinaynin waynu joogaa dhaanta haddaanu dadku wax kugu kordhinaynin inaad waxba xidhiidhkooda badin ayaa dhaanta inta adadu wax ku kordhinaysa mooyaane inaad badsanin walidaalika abu dardaaba waxaa laga sheegaa lasaaxibun saalixun khayrun min alwaxda walwaxdatu khayrun min saaxibi suuq wamumli alkhayri khayrun min asaakit wasaakitu khayrun min mumli shar saaxibka wanaagsani buu yidhi kelidu ka fiican yihi kelinimaduna saaxiibka xunbay ka wanaagsan tahay buu yidhi ka khayrka kuu sheegaya ka aamusan buu ka fiican yahay buu yidhi ka aamusanina kan sharka kugu waramayuu ka wanaagsan yahay buu tilmaamaya waxaa habboon marka inaad dadka ahlu bidaca ah dadka ahlu sharka ah majaalista bidaca iyo khayr beelaka lagu hayo majaalista fadhikudirurka iyo warkaa lagu hayo inaad badsanin ama aana tegin inaad tagto majaalista dadka khayrka qaba joogaan iyo meelaha wanaagga lagu hayo khayrka lagu hayo inaad tijaabiso inaad la saaxiibto cid adna wax kugu kordhisa adna aad wax ku kordhin karto nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa laga warinayaa inuu yidhi man samica biddajaali falyan'a canhu ninka dajaalka maqlaa ha ka fogaada buu nebigu yidhi yuu xaggiisa u kici daad noqosho dajaal ma halkaa ka soo baxay xaggiisa ha qabanin buu nebigu yidhi fa ina arrajula yaatiihi wa huwa yaxsabu annahu mu'min famaa yazaalu bihi bima macahu min ashubhi xataa yatabica waxaa dhacaysa inuu ninku
وطقو سقو مؤمنة دبعتنا سيدو الشبه يوحي سقو آخر ليه ودين تكاغ صار ضدك خير بيلا يا شاهد الله صاحبته ما لهو البسيدو إن شركو وشيدي خير وكاتوري ضد بضانو ملاحدا مغضيبا لعبك هو الصالحين بيهاي لكن ضدك إلا صاحبين هي مشكلة تنو قيستي صاحب هذا كوان خير قبلنا إلهي قرآن كوب لي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صاحب هذا ما التقي ما برد بردك كلا عدو بيويهن كوي إلهي كعب صغيم وياني مجالس خير كلا يمالا خير كلا وتقاها داتك تو واحد فعيل سوا خير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث الصحيح عقوت المامية دول مجلس فريستي وإلهي ذكر جيس أخري وضبتنا يغو وردنية ملايك تأيوت مادة وملايك تمرك أيوت مادنا ملايك تشرت طواف طب النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح أبو سارة روت المامية دبا تنيه وحي تغانون ماشي إلهي لغو حصيا وحيوية ما دان دول إلهي حصيا دول كاسي سودل دغان ربا ويدية سبحانه وتعالى محي قبانية سيقول أكو حي قبانية وحي لا إله وكو تسبيح سنية وهو التكبير سنية سبحان الله الله أكبر الحمد لله وركاسي أخرينية بين هذا ما يأركين بين إلهي إله سبحانه وتعالى ما يكو ما يأرك بين هذا هذا يأركان حي للحي إله هو إني ذا ذي محد نقا قوة كسي بدن الهايين بيد هذا محي ويدي سنة ينبار ربي هذا سبحانه وتعالى قال إله إله جنة ذا ذي هو ويدي سنة مية يا كان محي هذا يا كان محي يلي لهاي فهي ذا ذا هذا يا كان جنة ذا هذا عني ذي بدن الهاي أنا حرص جدا وسيطر بدن الهاي محي يجمع جلية وحي كان بقل قلي يعني لا يو نار تادا نقبت بادي بي لهاي مية يأكين مي هدا يأكي لهاي محادع لهاي محادع لها بيدا إله ويقصي عرار لهاي نو نار تا إنا يكفو قادان بي آدو تجاب لهاي ربي سبحانه وتعالى ملايك تيساسي وحقوي دادا فأشهدكم أني غد غفرت لهم داد كاسي انت يسويمي إلهي حسيي وحان مرخاتي إذن كيالي إن الدنب قوضة دافئة ربي الله سبحانه وتعالى ملايك تأمرك وحي ترى هذا إلهي وحان لتشوغي فلان ليس منه كيف غير هذا يسوكم مجرم قلقة مردينيسي يوحو يمي إنما جاء لحاجة دنك الله ربي سبحانه وتعالى وحو جوابه هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وأدول بال يري كلا فرستانا أنو هوبين شغل الدنيا بيسوان رافع بإله إله سبحانه وتعالى يعني دتك صالح أنت أي مجالس علم جاي ذكر غلوة يا دات كفر يسطو وحيكون قرص الدم داف بركة ده كسو قارس مجلس كان صالحا بركة دي كسو قارس وما دام أي مجلس كان ويا مجلس إله اللي هو حسي إله سبحانه وتعالى هو كوكو أبال مريا إنه الدم بيقوله رافع إذن قفك صاحب ونكسن هداد يالته وحادي عكرته لفردي جيسين إلهي دبقاك كنا فصيدة قواني دعبا صاحب كاقا ونكسن لفردي جيسو حتى إنو كوانفعه أو كوانفعين إلهي دبقاك نعفه صاحب كوانكسن لفردي جيسي ما دامه النبي قولي عليه الصلاة والسلام إلهي باقو حليهم الجلساء ودول كالفرستانة إنو هوغيني من غيرمية النبي قويمة عليه الصلاة والسلام وحيري إلى رسول كسيه قيامه هو دورمة دورمة قيامه بعيا نبي عليه الصلاة والسلام حديث سهعين بيا الله وحن نبي قويمة عليه الصلاة والسلام وما عددت لها ومحددوا قيامه وضيها سطي دورت بعيا سيدا يبرياتوا بعيا دوسادة بدعيا أدو محددوا ضيها سطي يقول نبي قويمة عليه الصلاة والسلام
وحدي وح بدن وعمل ومان ديار سنين إلا أني أحب الله ورسوله إلا هي رسول في ساتجع له يقوله دبت النبي وحده عليه الصلاة والسلام إنك مع من أحببت قوة عشان معودات يعني قفكو مجلس كو تعليا يدك كو تعليا إنه لفر يستو وحيو بدن تي آخر قوة أنا اللي قلصو حاضرية هذا شغل هذا أنا ما نغطي كبدا هنا دعوتي كبدا آخر مية تعشين كوا كبدا الغلاص حاضرية ده شغل هذا أنا ما فلان أنا الله فرديني كوا نغطي مية تعشين كوا الغلاص حاضرية شغل هذا أنا مفرد كدرني يوم مال ضد لقح أنا يوم مسلم والله هنا يونا نتكور رضاطع مية تعشين كوا الغلاص حاضرية آخر قفوف الغلاص حاضرة مع من أحبب عدة ونكسن صالح قاعستي سعلم لك فائدة هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نبي مسمحك لها خضر وأنا قراع بقر راعة سوى هنون فائدة استبوا الربائن الراعة إذن صالحين تخير بك ليس إلهي بدن بقاك قلنا فيلا فدقوا دين بيكوشي غيا وحدون كاغا فعيد وشيريا وحاخر هذا فعيد وشيريا وحاهبون مركز الى هبك وحصوصينيا ابي بكر واختي نرش قصات كاطي يقول لك يكون شيرين اي سو عينك الرادين يدول مريي اي ويري هدا ومتكوت قمتي سيغي الهي رسولك سيغي وين اركيا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما بضيدي هذا ما لين سأبى بكر لبر ربي قد سدحك ويوكال مين أيه إلهي بحسوسي سبحانه وتعالى أبو بكر وادري وإلا أبي بحوك ورميونه يعني صاحب كاقة ونكسني إلهي بحسوسي سبحانه وتعالى صاحب كاقة ونكسني مرايق بكون قرية سوى أكتب نبغى عليه الصلاة والسلام وحولي المؤمن مرآة أخي حيث يا أبو داود باورينا يا رقي ابن حجر بو حسن بيلين مؤمن ومؤمن ككلام مرايدي سأسخف إيريا مرايد هذا هديت مرايد قالوا عن هذا قالوا عن باتك نحن مغانس مرايد هذا هديت مرايد وانا اكسنت هينا وانا اكو كنتو سنين هذا قف صالح الله صاحبته أما قف ونكسن الله صاحبتي عنه كاريب يا صمه كفر يا وانا قول لهم قتصين يا هذا الله صاحبتي قف عنا شر لهم قتصين يا وحان مكاسي سكوما وغسو كوريا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحين إليه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإذا رأيت بليل الذين يخوضون في آياتنا هذا دركته هو آيات كيف يسكد بالنا وحكي شيئا الدين وحكي شيئا كتشي سبا إلى هيني حتى يخوضوا في حديث غيره إلى يوكل أي شيء يعني. هدو الشيطان وحكوه إلا وسيئي فلا تقعد بعد ذكرى بين أيدي هذا ما يدعى دينا مجلس فريسة قوت بيتنا الله بلا بحن إيا قلوم إلا قوى الرمو اسكرك عبا إلى أيدي سبحانه وتعالى هديم الشيطان ومركوه إلا وسيئي مركوه الرئيسات حصوصته كك عبا إلى أيدي سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بإلهيه نبي محمد قل ضدك واحد قلت له هذا لا يستوي الخبيث والطيب وقوة حن يقوى ونكسن مصر ندب إلهيه سبحانه وتعالى قوة حن يقوى ونكسن مجلس كاقة هذا يقوى حن مصر فرستان أبي طالب يا نار تلقي حديث الصحيح وحط المامي أبي طالب بكي أي نفته يسيب النبي عليه الصلاة والسلام
وحكروا بما أبي جهل يقوح قال الله صعبا نبي محمد بابو فكوير عليه الصلاة والسلام وذلك يقول قل لا إله إلا الله ده لا إله إلا الله كلمة أنا آخر إلهي سبحانه وتعالى التي سقوه الضوضة أبي جهل ردنا عنك فردية وحلية أترغب عن ملة عبد المطالب أبي طالب ميد الله بس الدين تي عبد المطالب ما هو ميد الدين تي هستيمت كتا قيسا آخر يا أبي طالب وحولي ملة عبد المطالب أقول لمن أيها هو دين تي سيبان هاي سنة نبي قوح الشيخ عليه الصلاة والسلام من آخر أهل النار كوكمي لبك بوضع النار أنت اللي قل إن مضح أي كفش فشعرم دون تومس كهت كلين كواسي نارتا إن هلك كبو بولين دونت أبي طالب يا نار تبيني ساحب كي ساحب أبي جهل باكم من تضي لأنه نار تكوه بصدا ووقت يا نفتك بحسين تضل فريستي إذن إلهي وحينا لا يفعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا واركتش يسبى إلهي إلهي النبي صلى الله عليه وسلم عمن تولى عن ذكرنا كو إلهي بسكو ذا كتش يستي النسك كتش يسو الله فريسني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هو عني نبا إلهي سبحانه وتعالى كو ذلم السمائية قل الله الله فريسننا وركوم يقول لنا كو الله دكتان واي فتمسكم النار با إلهي نار با إذن هليليس إذن تابا ليس وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين آخرة إن على عشان ما هو كبير تقوى ورندونا أنا جاي أدقى ما بعد المشرقين نوتشرا أنت عدد كان نعيك صوبح يسجر عن الله إلهي سبحانه وتعالى أنت كور ربي أنبيدي شهددي صديقينتي صالحينتي أي ربي وحليه وحصنا أولئك رفيقا كو أصبع صاحب نما ونكسر هذا يبقى إلهي إلهي سبحانه وتعالى وعنك سيكوبة يا مركا إخوتي في العقيدة قف كستقو بنا آدمي كلمة ولانشي وعقاب يكوطي كلمة نولانك كمان مار معيدو كحرمو وهي كلمة نولانشي وحنو دي وعقوبة محكمة دوائي تدكا كحكمان والحبس الانفراد كمان مار مو عيدو الله شاكيستو عيدو همومتي سيئو ورور كيسيئو ولا عيسو شاكتو عيدو وقتك اللوة داغو عيدو نولاش اللوة داغو هدايتي قولو سمايستي الراري حاس هدايت هاي شقا يلا نولا شيو هدايت هاي شار نما يعيد للندقو نبو عليه الصلاة والسلام وقوى رمي نن سقالي سقاش يبقف دي لي قطبتنا ويمنن زاهدو مال فردية ويتو يري وارتوسية قفق علم بضن لي لا تسيين نن ولا دو مال اسكي عبادة سهية او يمو يري سقالي سقاش يبقف دي لي توبض ملايين هذا بتنا وطل ما مين على طوبة دين تشرين سجينا ماذا حكى كان بقول بودل يتنا وحولي وضدك عدة علم بدن تصير فحلوي هم الباو علم بدن وتقوي ما وحولي وطوبة ما لا يبغل بدل أي وحكوي فإلهي سبحانه وتعالى الباب بدي سياح يعني طوبة وضل لكن ما هو الشاغي إنه طوبة لا يوح كلوسية ثلاثة وفي عيني وأه ما شدتك في عن الشوغان إنه قبته ولا دبوه حكوله والمجال هذا لا تشوكته ضبح ماريان يقوى إلهي سبحانه وتعالى أنا عابدني قال بعد جالس كقطك وقبم حي مجال هبلا يتكبو يلو وحاد جند صالحين يقوى أنت ضبطك تأيي إله إلا عابد سبحانه وتعالى يعني جاء كفي عن حاس كفي عن كتاب كفي عن برنامج كفي عن صاحب كفي عن انت سبا اخر اي ادون دوخ بك تريا حاس كحن اما نين كحن شعر كحن بلد كحن كتاب كحن تي في كحن وحلالي وحي نوع عاسية شر وضانا
آخرية الدنيا وكسيتينيان وادب يا رمزة إذا قفك مؤمن كان وإن الضغطة صاحبك ونكسب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا مصطفى حج اسماعيل حضرتك هذه التحيه الاولى الرسول الجليل اله سبحانه تبارك وتعالى ورسلنا اذا ما نحبه ان نقرات عن الله اسال الله ان يهدي باذن الله سبحانه تبارك وتعالى من سنه استحسنت ابصاره يوم لا يقع وما يقول الا ما استطاع في قلب السليم كوالدك ورسل الامه ان شاء الله حضرتك